بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذا نداء من مقدم الشرطة الحمدوني عبد النبي، الرقم المهني 79786، العامل الفوضي الخاص لمطار رباط السلام. نداء إلى السيد مدير العام المواطني السيد عبد اللطيف الحموشي، وإلى السيد فؤاد علي الهمة، كل من موقعه على التساوي. صراحة ترددت بزاف باش ندير هذا المقطع المصور، ولكن قلت في نفسي علمت أن رزقي بيد ربي فاطمأن قلبي. أنا ما كان عانيش مشي تظلم إداري في الوظيفة ديالي، ولكن المشكل اللي عندي هو في الشق الاجتماعي الإنساني اللي كيتجلى في كون عندي جبنات من ذوي الاحتياجات الخاصة. البنت الكبرى اللي الاسم ديالها خديجة، اللي كتبلغ من العمر 9 سنوات، واللي عندها إعاقة ذهنية حركية والتوحد والصرع الطبي. ومن كنقولوا إعاقة ذهنية حركية، فالحاجيات اليومية ديالها كتعتمد علينا أنا والأم ديالها 100%. أما الطفلة الصغرى عبير، فاللي العمر ديالها 6 سنوات، واللي عندها نقص حاد في السمع وتأخر في النطق. هذا باختصار حتى نعرض عليكم الملف الطبي ديالهم وتشوفوا الحالات عن كتب. أنتم تعرفون السيد مدير العام المواطني، من كان لديه طفل أو طفلين فهو كيعاني مع إكراهات الحياة، فما بالكم من كان لديه طفلة أو طفلتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو كيعاني أكثر مع إكراهات الحياة. وهذا الشيء اللي خلاني اليوم نخرج بهذا المقطع المصور. وأنا كأب ما قصرت مجهدي تجاه ديالهم، طرقت جميع الأبواب، طرقت باب ديال المؤسسة ديال محمد السادس للأعمال الاجتماعية، ودرت طلب من أجل استقبالي من طرفكم السيد المدير العام المواطني، ولكن المحاولة باءت بالفشل. وفي الأخير بغيت نقول بعض العقليات اللي غيقولوا بأن هاد البوليسي فاسد، هداك الشي الله علاش عبد تلاب هاد طفلتين من ذوي الاحتياجات الخاصة. الحمد لله أنا كنشكر الله سبحانه وتعالى وكنحمدو على هاد النعمة اللي عطاني. وبغيت نقول ماشي من باب الرياء أو السمعة، أنني الحمد لله ما عمري دخل شي ريال ديال الحرام على بلادي، هذا من فضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.